تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية قريباً، وسيتم طرحها بالأسواق المحلية بسعر مغري، فضلاً عن تصنيع أتوبيسات كهربائية أيضاً. التفاصيل كاملة من خلال هذه التغطية. طفرة صناعية جديدة تشهدها مصر، حيث سيتم تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار خيالية، كما سيتم أيضا تصديرها إلى السوق الأوروبية، مما يوفر عملة صعبة. أما عن السيارات الكهربائية المصرية، فقد كشف محمد الغمري وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة لهذه السيارات في تصريحات تلفزيونية تفاصيل لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. قال أيضا إن الشركة تخطط إلى أن يكون هناك إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في النصف الأول من عام 2024. أشار أيضا إلى أنهم سيبدأون بألف سيارة في الشهر، ومع زيادة الإنتاج سيصلون إلى 5000 سيارة شهريا. أما عن سعر السيارة الكهربائية المصرية، فأوضح أنهم يستهدفون أن يكون سعرها 150,000 جنيه، وكشف أيضا أن نسبة المكون المحلي في أول إنتاج تصل ل 60%، حيث سيتم تصنيع جسم السيارة والصالون الداخلي بالكامل داخل مصر. أشار أيضا إلى أنه من المحتمل أن يصل نسبة المكون المحلي بعد عام من بداية الإنتاج إلى 90%. لفت أيضا إلى أن السيارة التي يتم إنتاجها أولا ستكون مماثلة لسيارات الهاتشباك الصغيرة. أما بالنسبة للأتوبيسات الكهربائية، فقد تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركتي صناعة وسائل النقل MCB وفولفو بحضور يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي. وتستهدف هذه الاتفاقية بين مصر والسويد تصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى السوق الأوروبية بنسبة مكون محلي تبلغ حوالي 50%. وقد وقع الاتفاقية كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV وآنا وستبرغ الرئيسة التنفيذية لشركة فولفو بحضور سفير السويد بالقاهرة وأحمد صبحي سفير مصر في ستوكهولم. من جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية توطين صناعات وسائل النقل في مصر، ومنها أيضا صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية. أعرب أيضا عن سعادته بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالسوق المصرية، وأشار أيضا إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية. أوضح أيضا أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية ستوكهولم خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب أيضا المشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي المشترك، حيث تم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية ضخ استثمارات بالسوق المصرية للاستفادة بالمزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري. قال أيضا إن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية. نوه أيضا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في هذا الأمر، حيث قامت بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما أصدرت استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات. كما أعرب أيضا وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي عن سعادته بتدشين هذا المشروع المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية لتصنيع الشاحنات الكهربائية، ويتطلع أيضا أن يكون هذا التعاون الجديد نقطة جذب للاستثمارات السويدية إلى السوق المصرية في المستقبل القريب. أيضا كشفت الرئيسة التنفيذية للشركة السويدية عن أن الشركة تتشارك مع الشركة المصرية في نفس المبادئ والمعايير، وأهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة، وهذا بالفعل يظهر في الأساليب التصنيعية والأهداف التي تتبناها الشركتان منذ بداية التعاون المشترك. أما الرئيس التنفيذي للشركة المصرية فلفت إلى أنهم حريصون على تعزيز علاقتهم مع شركة فولفو باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية. أكد أيضا أن هذا التعاون الجديد سيسهم في دفع علاقات التعاون الاستثماري بين الشركتين والانتقال بها إلى آفاق أوسع.
أيضا كانت قد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مارس 2023 أن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية بتصل خلال عام 2022 إلى 1.12 مليار دولار محققة زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021. كما بلغ أيضا حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية إبريل 2022 في 222 مشروعا تغطي مختلف القطاعات. بالإضافة إلى أنه كان هناك زيارة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة السويدية، ورحب الوزير بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري التي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير أيضا من الدول والتكتلات الاقتصادية والإقليمية والدولية والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك. دعا أيضا الوزير إلى الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات. لفت أيضا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة، فيتضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية وأيضا البتروكيماويات والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات ومواد البناء والأدوية والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية. أشار أيضا إلى أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية. كان بالفعل لقد قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في ديسمبر 2022 إن صناعة الأوتوبيسات الكهربائية صديقة للبيئة، ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البداية من 50% ل 60% لتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم تتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100%. أشار أيضا إلى أن الدولة قدمت نموذجا رائعا يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ لما تمثله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقل لا نوعية تحافظ على مستقبل الأجيال القادمة وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نوه أيضا إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال إفريقيا والدول العربية، كما وجه سيادة الرئيس الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في جميع المشروعات ومنها مشروعات النقل لإنتاج الحجم الأكبر مما يستهلكه والتحول إلى التصدير وتشجيع كل المصنعين المصريين للانطلاق إلى قاعدة تصديرية قوية. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.